اسوق لكم هذه الحادثة. علها تغير مجرى حياتك ايها العاصي. مهما كان ذنبك عظيما، مهما كان جرمك فظيعا، مهما كانت اثامك كبيرة. سبحان الملك. يقول اخو الفاضل: تزود من الذي لا بد منه، فان الموت ميقات العباد، وتب مهما جنيت وانت حي، وكن متنبها قبل الرقى. أذن مؤذن الفجر، رفع الأذان بصوت شجي، وإن بهذا السكران يتأثر، فقادت قدماه إلى المسجد. كبر الإمام تكبيرة الإحرام، سبحان الملك، وإن بضوضاء تقوم آخر المسجد. ما الأمر؟ ما الخطب؟ ما الحال؟ ذهب ليعاين أمر، قالوا له: يا إمام، سكران يقف بيننا في الصفوف، سكران يقف في الصفوف ودخل المسجد. قالوا: عايش ولدي، روح اغتسل وغدوه تفضل يجي صلي المسجد مفتوح على ابوك. قالوا: تو 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 مش مصدق. قالوا: تو 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 مش مصدق. ستندم ستندم اذا رحلت بغير زاد، وستشقى عندما يناديك المناد. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ قال الحارث بن ادريس: قلت لداود الطائي: اوصني. قال: عسكر الموت ينتظرونك. يصلح في رايك. قالوا: قلت لك تو تو مش تصلي. اسمع يا من ادمنت تعاطي المخدرات، اسمع يا من عاقرت الخمار، اسمع ايها الزاني، اسمع ايها العاصي، اسمع يا من برزت الله بالمعاصي. سبحان الله. دفعوه، دعروه، جذبوه، وهو يقول: تو 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 مش تصلي. سبحان الله. دخل الإمام إلى غرفته، اغتسل، لبس إن ارتدى قلنص وبيضاء وقميص أبيض، وأطي بضعف الطيب، وخرج السكران ليقف في الصفوف. كبر الإمام تكبيرة الإحرام، ركع الركعة الأولى، ركع الركعة الثانية، تشهد الإمام، سلم الإمام، حركوا السكران فوجدوه قد مات ساجدا. قال: عسكر الموت ينتظرونك. ذلك فضل الله يؤتيه. الآن الآن الآن، إن أعلنت توبتك، إن أعلنت عودتك، إن أعلنت عودتك، نادى مناد من قبل الله: أيتها الخلائق أبشري، فإن فلانا قد أعلن الصلح مع الله. راجع نفسك أخي، راجع نفسك أبي، راجع نفسك يا أخ الإسلام. الإسلام لا يودع في صناديق الاقتراع، لا، الإسلام هو الحق وهو دين رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قابلت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال يوسف ليعقوب: لما بكيت يا أبت علي البكاء المرير حتى ابيضت عيناك فأصبحت كذيب؟ ألا تعلم إن لم نتقابل في الدنيا سنتقابل يوم القيامة؟ قال: يا يوسف، خشيت أن تموت على غير الإسلام، خشيت أن تموت على غير الإسلام، أن تموت على غير الإسلام، فلا تلقاني ولا ألقاك. استعدوا واستعينوا بالصبر والصلاة. أنتم أمة مرحومة، وأنتم أمة الشهادة، أنتم تشهدون على نوح على كل الأنبياء. فارفع رأسك وقل: إني مصري، قل: إني مصري. بارك الله في عيالكم، في أزواجكم، وفي هذه المدينة المباركة، وفي آخر النداء أدعو كل تارك صلاة، كل تارك صلاة، كل إنسان تارك صلاة أن يرجع إلى الله. وكل إنسان لم يصوم في رمضان جرب الصيام، جرب الصيام. إلى المذنبين العصاة: ارجعوا، إن باب التوبة مفتوح، إن الله يفرح بتوبة عبده أكثر من العاقب الوارد، أكثر من الظمآن الوارد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فارجعوا إلى هذا الدين، إن هذا الدين عظيم ويستحقكم ويستحق لكل رجل في الأمة. فارجعوا وارجعوا يا أمة الإسلام إلى هذا الدين. جزاكم الله كل خير، غفر الله لنا ولكم، ونسأل الله العظيم أن نلتقي جميعا على حوض النبي، وفي الجنان وفي الجنان وفي الجنان.